شغله كبيره. اول مره غنيت لي اياها حسيت حالي اهم شرطي بلديه بكل بلديات البلد. ثاني مره غنيت اياها حسيت حالي رئيس الشرطه. بشرف يغني لي اياها بعد مره بركي بصير مدير عام البلديه. ضل غني له اياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه. حش لابسون اسكت
فرح في احلى من هاللبسه. معه حق، بطلع تقاعد وباخد تعويضه، وبدل ما البس نص نهار بلبس نهار كله مكيفه. وساير بده يمشي بشرف يغني ليها بعد مره. الله يخليك. خلص عيسى صاروا 3 مرات ويكونوا 4 شو زبونات مثل بعضهم. بركي مره رئيس الشرطه كبسه وشافها كثير كسر وقاعد عنا. رئيس الشرطه ما تعطى له همه، منه ابن خالته. بركي مره رئيس البلديه، منه ابن عمه رئيس الشرطه. طيب بركي مره المحافظ، منه صهره لرئيس البلديه. وساير بده يمشي. طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير. ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب بيدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم؟ وبلد بده يمشي. حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حج يوم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا. ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس، وإلا ما قلها تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل. أكتر مني؟ لك كيف أكتر منك كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هن فكرك أنت بكتبه بالليل. الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها بالليل. الأخبار اللي بجيب لك هن فكرك منين جيبهم؟ من الليل؟ أيوة. فكرك هو بالليل بدايه ومبيح بالشوارع والبيوت ولا تسمع من الشبابيك أخبار الناس؟ يا خيي بدك مرق الوقت، شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس، نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم. يا محلى المسلسلات. اوعى تقرب صوب بيتي. ها يه، وبركي فات حرامي وسرق لك شيء. مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك صوصيتي؟ انا حرامي يا فرح؟ مثلك مثله، على القليل هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس. طبعا مش حلو الانانيه. انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته. فاهم بامره. اه دخلك اتزبط البراد؟ لا طلع معلوم المطار بده غيار. حكيت شو عرفه؟ لا يا مرت لا. وك فرح مين عم خبر انا؟ انت يونس يمنى وعمي ومرت عمي وعمتي بزياده وخالتي. سمعت شي غير هيك؟ وحياتك لا. ايه عاد شو ما عندي شغل غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يمنى، عن اتعب عن اتعب. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. ما قلت لي شو عاد صار بشفيقه وجوزة؟ حقيقتهم بدهم يتركوا منير وليلى. حقيقتهم بدهم يرجعوا. عرفتي عن رفيين؟ دبر المصريات ومخيل. لا قد حبيات رنا تركتهم سليم منى ضهرت مع فهيم سنة زحطته الحليم. لا انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنى. عرفت شو صار بسهيلة؟ طلع معها صبي. ليش عرفك؟ ما نشرت الباب بالباب. عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك. حدا عم بصف قدام المحل. ما يكون خوشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون. ايه على نوع خوشة سهيل يا اخت زبون. زبون وعم بيشتري صباط اجري، له شي مع اجري؟ لا. واي معك حق، هتلم بكلها مظبوط. فرح اعطيني صباط. لمين؟ لألك. ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير. لك لا تمويه. تمويه بالصباط؟ خليه معك وبس يفوت مسيو سهيل تعمل حالك عم تشتري. منك هيني يا يمنى، شي قليل انا غرمت فيكي، انا وياكي نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء ولا عندك شيء ما عندك شيء؟ شو؟ عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء؟ تفضل. شو هيدا الصباط احمر؟ انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟ لك شو فرقني معك ولا خيي؟ شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟ فهم عربي، هيدا منظر للتمويه. وإذا تمويه؟ حتى التمويه له اصوله. شو بقول عني خواش سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا. قديش حقه هيدا؟ $40. ولقلنا؟ 45. قديش رقمه هيدا؟ 43. ولقلنا؟ ييه علينا! لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت مسيو سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟ ايه فهمت عليكي، هات لنعمل بروفا، فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا! اهلا رئيس عيسى. شش كولد عم نعمل بروفر، جاي بعدين. ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعض على الروبوان. روح مشي السير انت. كيف بدي مشي السير؟ ما عندي الفلايرز بدي وزعهم. انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهل مبور. بس انا ما بعرف مشي السير. شو بدك شهاده يعني؟ بايدك عمال هيك وبالتاني هيك. والفلايرز ما كل عمرك كب نصهم بالزباله، هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟ لا هالمره الجامعه دافعين منيح. يا جماعه عزيز شو مرتب على اسعار كربيني ب 10000 بوطل 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. لا هيدا اسم المطبعة. معك الجوز بيطلع لك جوز؟ هيك كاتبين. هدي هيدا تنروح نشتري من عندهم. وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون، ما قالش لك الشغل. انه انا ماشي السير؟ ايه. بركي مرق رئيس الشرطة، مع انه ابن خالته. ابن خالته. بركي مرق رئيس البلدية، مع انه ابن عمته. لرئيس الشرطة. بركي مرق المحافظ، مع انه صهره. لرئيس البلدية. وساير بده يمشي. يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل. ليش انت عم تظهر من المحل؟ مرحبا. يا هلا. لك لا انا زبون عادي، هيك بستعمل زبون عادي. انت مش زبون عادي. لك تمثيل تمثيل، عشك ضعيفه بالتمثيل. نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه. يلا تشوف. اوكي يلا تشوف. مرحبا. يا هلا. كيف الامر؟ الحمد لله. خليكي بالشخصيه. هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟ يا خليكي بالشخصيه. صبابيط نسيو مثل ما انك شيء. ابشك هيدا محل حلويات. ادالك حبه لان ما في احلى من هيك.
كثير. مش شخصية. لك أي شخصية، كلمه بدوب. أنت مصاحبه؟ إيه. ولك نيال قلبه أمه دعيت له بلاد القدر، وحلو؟ بياخد العقل. ذكي؟ كثير. مهضوم؟ كثير. إذا بدك تهدي صباط أي واحد بتنقي له؟ هيدا اللي لابسه. كيف؟ هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. أنت كيف صاحبتك حلوة؟ أنا مش مصاحب. كيف مش مصاحب؟ خليكي بالشخصية. حل عني أنت والشخصية. كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟ التمثيلية هيدوك حياتي. أنا حياتك؟ حياتي وقلبي وعمري. إذا بتريد خليك بالشخصية. لو بتطلعوا لي من الشخصية أنت وياها وكل واحد بروح على شغله، كون ممنون عنكم. مول معروف بس ياخذ صباتك ومشي. نعيما. شوف أهلك كركينة أنت وياه هون، شو يا ست يمنى؟ شو عم يعمل حضرته هون؟ أنا قالوا لي الجيران إنه ضلوا ميطع عندي بالمحل، أنا قلت ساعة ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. أنا أقول لشان سير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالإي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الإي سي مركبوا لحضرة جنابك أنا. ميرسي. كيف دوامك أنت يا ابني؟ يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار ويوم من عشية. راح له لريس يعمل لك دوامك دوين من عشية. ميرسي. بركي بريحني منك وبريح الناس من العشقة. ما بيصير هيك، يومية السير فوق بعضه، بعدين الشارع بصير مسيوط بالعشقة، والناس بتبطل تقصده، بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟ مش شايف اصبع. واحد بس؟ ايه باصبع واحد. قصدي جوز واحد بس؟ ايه. تفضل، اطلع على شغلك، ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادي البلدية. ميرسي. عند مين بيجي هيدا؟ مش عندي ابدا. لعندي بس سهيل، بس انا ما بعطيه وش ابدا. اذا بلا وجهه هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون. مين قال لك ما عملها؟ ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون، وزبون الشره بدنا نسيره على طول ونضل نحكي له. ليه؟ لانه زبون دايما على حق. برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع، اعملوا لي مره اكزرسيس التواصل الزبائني. يلا بريمير بارتي. ايوه دوزيام بارتي. اهلا وسهلا مسيو. ومارو شو فينا نخدمك؟ بدي صباط اسود او بني ناشف او لميع بشريط او بلا شريط. شو عندكم؟ فرجوني. تكرم عينك مسيو. بدي حقه هيدا $50 لك ب30، نص حقه صدقني مش بالرسمال. طبعا مش بالرسمال، نحن بنربح قليل لنبيع كثير، وبضاعتنا ممتازه، ايمانا منا بحمايه المستهلك، لذلك لازم نغري باسعارنا، وخصوصي انه هيدا النتي شو مرتب، عامل تنزيلات قويه. عزيز شو مرتب على اسعار كربيني ب 10000 بوطله 100 ب 5000، ومع كل جوز بتاخذ جوز. اسكنر هلا هيدا اسم المطبعة. تعال شوف قديه عطيك تتوزع هيدول. $20. حدي هيدي 30 واعطيني اياه هون. خذها زبون وسكر. ما في غير طريقة، لأنه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته، لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل أرباحنا، ننزل تحت 600 أرض. روزيان بارتي. واو شو هلا بمشرك يا مدام. يا شو ليه بعشرك يا مسيو؟ مش معقول كأنه إلي؟ مش معقول لبسك لبس. هيدا ديرش وبنفس الوقت كلاسيك. هيدا كلاسيك وبنفس الوقت ديرش. وإذا شي غرض ما في منه شو منقول؟ ما في مقطوع. بس شيينا. إيه هو ما في بس زينا. يعطيكم العافية. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟ ايه لا. لا سوري لا. وينه؟ يونس سلفن بشوائل عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعه وبكون هون؟ خير بعده هين نبو عصره ومرته؟ لا ايه سوري ايه. طيب والشغل؟ شو خصني انا بمشاكله عائلية؟ في الشغل بده يمشي. ايوه لذلك انا مضطر اقسم له ليونس. ايوه لانه الشغل شيء والشيء تاني. ايه شيء تاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري، هيدا لازم له غسل من وقت للتاني، لان هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله، إذا مش قادرين يتجوزوا، لشو بينفسوا بيعملوها؟ شفت؟ يا حو أنا عصفور تيار. يا نوسك. بلا هالمسؤولية، لكن ناقصكم شي بضاعة؟ مش شايف إصبع أستاذ. تفضلي، سهل السير ما أحلاه، ترحرحت العالم، هلا الزبونات ببلشوا يجروا على الخفيف. مرحبا. مثلاً. أهلا وسهلا يا مسيو. أمور. بدي مش شايف إصبع إذا بتريدي. ما في. بس جايينا. ايه هو ما في بس زينا. ما بلاقي هون بالشارع. ما بتلاقي مقطوع. اوف بابا فيي تعبت مش طايقته هيدا النوته. قد ايه بدي ضلني ملك بماسك انا؟ اهلا مدام. مش معقول شو لعبت لك مدام، بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام، هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام. بابا فيي حمل ضميري وب $300 بالشهر. مش عارفك ما تعرفش قد ايه مكرسح، فكرك انا مبسوط قاعد صلح بسرام الناس؟ نعليات تعبيات فرضه من قدام فلته من ورا، كل نهار وجه وجه السرامه. صغير بحكي ما هون وقت. بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس، على القليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي، ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه. وصل وصل. مين سهيل؟ لك له يونس جاء رجال العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا. هيئتك ناقده لك. الله يساعده. سمعت نشوف شو القصه. يا حنا رفك شو حشره. وطي صوتك وصل.
مرحبا شباب. اهلا يونس. يونس ليه تاخرت على الشغل؟ بك شي؟ شو بك يونس؟ صاير معك شي يونس؟ سألوني بعد. شو نصة يونس؟ حدا بو شي يونس؟ خير ان شاء الله يونس. اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام. شو في يونس؟ ما بدي هالقد انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي. انت ومين؟ انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي. مش جديد، ما كل يوم دبي واصل انت وياها. لا هالمرة سكور، علي صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي. الدق بالبدا اياه الا برجوليتي. شوفي شو قال؟ قال انا مش طالع من امري شيء. بشو؟ اذا بتريدوا بلا حشريه. مش من ما طلع عبالو يدخل يدخل. مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دعان منيح. لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب شو؟ يا خيي اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب شو؟ خليكن حدي بدون حشريه. اه فهمت عليك. قال شو قال؟ قال انا مقصر انا. بشو؟ اذا بتريدوا بلا حشريه. يا الله. بس خليكن، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟ يونس انا مش مرتك. اه والله؟ شقه اشتري نيله، فرش فرش نيله، مصروف اما النيله، شقه قلت شقه قلت شقه تبع جديد، قولوا معي شقه اشتري نيله، فرش فرش نيله، مصروف اما النيله، سياره جيب نيله. لا بعد عم فتش على وحده. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شيء على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حتطلع بناتي. هيدا عدد المصاريف. بتعرف شو يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعه. عم بشتغل دوامان. بنهارها وما نسرامي اجلكن عشيه، هونيك بنت السكرجيه حشاكن ويا ريت تعجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدها. دوامان ما عاد في، تركت المطعم. قولي ايه؟ نعم يي، تركت المطعم. قول لي ليه؟ ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تاوم بيشرقني. زبون دويم اسميك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لي يفتح بلقناني وبصبس عمين عمدامته. بس امبارح تخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي. لا مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها. لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء. يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس. عم بيزنخ على مدامتي. طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر. نعم ما شو عم قول طبيعي تلفت النظر؟ هلا لهم بالعادي غمزوها، بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده فتح وحده. يا عين الشو، مش هون القصه. بيبعت لي ورقه مع الويتر، احذروا شو مكتوب عليها. يقبرني الله. لا لا لك لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقه الي بدي شو فكرني هيدا. بكون مش عارفه مدامتك. ردينا الورقه مع الويتر، كتبنا له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحده مش فرقانه معنا، بعتنا له وحده احترم حالك احسن بعت لك ورقه موسخه. بعت لي هالورقه لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي. لا مكتوب لا كذاب، وحياتك مش كذاب. مكتوب كذاب مش مدامتك. وشو بكلفنا القمر؟ مين يعني القمر؟ يعني مدامتي. لا يعني مش مكتوب لا. ايه هذا سيدة كثير تضربه يا ملا. والله انا بشقفه. نفس الشيء بس عهو. كيف هو شقفني؟ بس انا ما عاد في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت على سدودي، نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي، مش هندعس فيه بقى. برافو عليك. برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا. قالنا يلا اطلعوا لبرا. لا يا بيب روحوا من وجهي. روح يا مرسيدس. قلت لمدامتي عربي يا ستر وين؟ خلينا نسلم. مشي مشي يا سكس ويل. طيب شو خص مرتك بالموضوع؟ زلمه تطلع علي وخبص، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات. بعرف بيطلعوا فيي، بس ما بيغمزوني. يا ريت بيغمزوني. تفضل انت مسموح، بس مرتك لا. اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح. خليك طفران، هيدا اللي عم نحاول نعمله. هلا بعدنا شو وقت؟ شو خص مرتك بالموضوع؟ فاول قتله اللي اكلناها صار بتشراني على الطريق، نحن رجعنا على البيت. مرحبا. اهلا. أهلا. انا عصبي وسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانجا قايم فينا، كيف شغلي وحده؟ طيب معها انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت واحد بلا اخلاق. يا فرح انت محلي شو بتعمل؟ انا بوصلها على البيت وبفل. هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما. رجال خلت تتربى، وسكرت خطي كمان. رجال خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش احرن. رجال خلت تتربى، والليلة مش حسرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك. واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟ لا لازم تعتذر، والا والا شو؟ والا وين بنام؟ رجال بركب تربى. امبارح من الليلة حجي لأمي، قلت لها جاي نام عندك الليلة بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره. شو قلت لك؟ رجال خلت تتربى. ليلي شو بدي اعمل لحجي؟ دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه. هيا تعتذر. انت شفت ال 36 مساج اللي بعتتهم؟ فرجي لها شو؟ قلت تعتذر. ايه اهلين بوجور. اهلين، شوفي شو بعتي. سوري يا رايت بعتي سوري. بدي اشوف هيدي بليز.
شوف المساجات كلهم في 35 36 مساج عم قلي لإلي؟ لإلي إلا أجري أيوه هيها إلا أجري بعتت لي ما بدك ترد إلا أجري 36 لأجري بيعتي شوفوا شو عندها أجرين بعتت لهن أجر ورا التاني حلوة لا مش حلوة أبدا مرة تحكي مع جوزة هيك مش حلوة أبدا بس مش ظابطة وإذا مش ظابطة ولو بتقلي الأجري بفتكر ضايقة شوي ضايقة على كل الناس ونحن بس اللي عايشين بدقيقة ثلاث أرباع البلد هاي ما في غيرها ليش أنا فيي أعيش مع غيرها ما هي أم ولادي بالنتيجة وبحبها إل إنه أكبر شوي شو خص العمر هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها أوسع نتفي كيف؟ أوسع مشان تفوت مرتاحة هيك بقاش أعرف حبيتها بموت فيها حلوة ما هيك مثل القمر أنت شو رأيك؟ بقاش إلي رأي لمين لبعض؟ بس مش متفقين حلوين لبعض شو نفع حلوين إذا بنضل مقبرين بس مش أوريجينال هلا كلمة اثنين تقبروا بعضهم بصيروا أوريجينال أدى بتكلف هيدي رجعنا؟ جوزي رح يحبها كتير شو هي بده يحبها كتير؟ لسكربيني لش مين كان عم يحكي مش يومنا؟ أنا لا عم عدكم إجر قلت لك 36 37 هلا وصل واحد ميرسي أهلين سوري بس مش حضرتك بتعزف بمطعم طلعنا على الضو كنت شوف صورتك على البانو قدام المطعم كنت انا بصراحه ولا مره حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك جوزك من فانزاتي كل ما نمرق من حد البانو بيقول لي هيدا الزلمه فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليله على مطعم كرمالك لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون تعرفه شو اسمه جوزك مرهج الجلبوط مرهج الجلبوط ما غيره ايوه يا هلا ما بعرف غيره هلا كثير بحبك بيموت فيي مضمن عليه مهووس علي بروح كل ليله على المطعم كرمالك ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي هو هيك بيقول لي وبقول لك الويح اكيد رح حبها كثير شو هي لسكربيني بك شي مسيو عم تغمزني ولك يقبرني الله مسيو شو عم تعمل شو بكلفنا القمر قلت لك انا مسوزه مش فراني معنا عمل لك جوزي مسيو جلبوط ما لانه جلبوط مش فراني معنا يونس ليش عملت هيك عم رد له اياها على السريع تشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه من رده نحن رجال خله يتربى البيش كرمالي قال يا نلي عليك اشك معطره لك يا يونس والله عيب هيدي زبونتنا وكل يومين ثلاثه بتيجي بتاخذ سكربينه تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبسكتها بسكربينه هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك شو يعني اعتذر انا منها ليش لا فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه 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 ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه هلا في يتخطيه بس مش هالقد يمنى اذا بتريدي شوف المدام شو بدها فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أديل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت مالك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت أيوة قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين ما كان مدري وين ما تغيري يومنا مدري وين إلا المرة بتتصرف غلط بحضور جوزة زملة أكتر من هيك لأنه اللي عملته مبارح هاي ما بنعمل ما بيصير تعطي وجه لزبون جلق مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها بعدين أنا ما رحت مدري وين انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره هاو كلهم بدهم يقولون بعد فين اه والله بعدين مجوزك بياكل انينه على راسه بتروحي صوبه ولا تشوفي شبوه مش صوب صاحب المحل لترضيه هيك عملت ايه نعم عين قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين مزبوط انتم بدوامين مش مخلصين الا ما بعتتنا حصميت لحليب النور ما بعتتني حصميت لحليب النور ها هالها من عندي كيف قولي له في عيله برقبتها وبدنا نقوم بوجبتنا معها في عيله برقبتكم المفروض تقوم بوجبتكم معها برافو يومنا حلوه يا مفروض الا انا بعد مش شايف عيله من اربع تفوس تصرف هالقد وبعد مش شايف عيله من اربع تفوس تصرف هالقد ولا انا قولي له بناته مصروفهم كبير وانا ما بحب نقص عنهم شيء مش مفروض شو بعمل له اذا جبنا بنتين الا انت جبتيهم مش انا بجيب صبيان انت كيف لا رجعي عملت لي هذا رجعي عم بمزح فكرت قولي له سمعتها مش حلوه ابدا ابدا انت معي ولا ضدي فاذا الا انا عم بعمل اكثر من مقدوري يا حبيبتي عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي مين حبيبتك ولا قصدي حبيبته قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زين سمعتها الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه كيف ينطروا شوي تا ترحرح هيدي انت حرضتيهم تا يكبروا بهالسرعه اسم الله بقول لي سمعته قولي له حشي خبص برات الصحن دخيل الله الا انا ما بخبص برات الصحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها انت اللي عم تكبر بالكلام انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتمرجل علي انت جاي تطمني ولا تكفي مهدتي انا مش عم هدك هيدا واقع كيف ما تكفي انا مش مستعد تكفي على حساب كرامتي انا ما عم اقول هيك شو عم تقول لكين عم اقول انه لازم لاقي حل انني مصروف هيدا الحد الادنى فاذا ليه انت الحل فكري ارجع غني بالمطعم اعوذ بالله فاذا انت لاقي حل اصلا انا مش عم بحكي معك ولا انا
بدي سكربيني سودا بليز. ما في مقطوع بس زينا. قولي له بعد ناطر الحل. لمين؟ مش انت. سوري مش انا قلت سوري. ايه هاي زبون يا فرح. الا تروح فهم هونيك. قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل. الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا. سالي شو البديل. الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هدي بالنتيجه ماي وايف. قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي. شفت كيف انا ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك. شفت كيف انا عارف حالي شو عامل. اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل. ولا ما فيكي تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال. خلي يتربى. هو بيعرف اني بحبه. هي بتعرف اني بموت فيها. مستعد اخسر الدنيا كرماله. ميتو. مستعد اضحي بكل شيء مشانه. ميتو. هو بيعرف اني بموت بشكله وهدامته وحنيته. ميتو. بس ما بحب الا اخواته. ميتو. خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك. ميتو. هيدي الك. تومي. شو مش حلكم منيح مبين؟ اذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي. يوتو. وين نمت امبارح شريك؟ عند الماما شريك. اكيد شريك. ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟ والله اللي رحت نام بالبيت. اذا بتعملي لي مجدره ايه؟ تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره. ليش عم تتسمسمي شريك؟ يا تكرم عينك حبيبي. يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه يا زلمه. فيك العيدية هي زيتها بدي عزمك المعروف؟ حبيبي؟ لا اللي قبلها أحلى اعطينيها على السل. حبيبي؟ يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح. ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي. رجعنا من الأول حبيبي، نزعتيها حبيبي. طب كيف بدنا نقوم بالولاد؟ كيف بدكم تقوموا بالولاد؟ الله بدبر، الله بدبر، الله بدبر، الله بدبر، الله بدبر، الله بدبر، الله يقوم تقوم معك، ما فيك تبطش وتنطر ساتشيك من الباراشيت. طب شو بيعمل واحد إذا حظه عاطل؟ ما فيك تتكل على الحظ، في شطارة مع الحظ. والشطارة ما بتكفي في حظ مع الشطارة. الشطارة بتجيب الحظ. والحظ بيعمل شطارة. شوفها بقدر. انت شوفها معك. هي 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 نحن اللي عم نتخانى مش انتو يا مدام حظ ومش يا شطاره. اليوم دورنا. اتوخذنا. سلم. تفضل. شو بعد بدك؟ رحلة. شو بعد بدك؟ رحلة. شقة. اشتري نيلي. فرش. فرش نيلي. مصروف. اما النيلي. شقة. لك قلت شقة. شو بني على اليوم طرق على الشقة تبع جديد؟ قولوا معي شقة. مشقشقين حيطانة والسقف عم يدلف. فرش. من ايام بندق بوفتيل. مصروف. على قد وانجا. شو بعد في؟ سيارة. سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعمل؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وانا بغار. ايه 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 انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه 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 انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟ عن جد عندك ثقة فيي؟ هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟ كيف عندك ثقة فيي؟ انه زلمة توحن وغمزك بتقومي انت بتغمزي؟ انا؟ ايه نعم انت. طيب الزلمة غمزها لازم ترد له اياها. يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلكه. لازم ترد له اياها زياره. هي على اساس وجبات وجبات منيحه من هالناحيه. انا ما غمزته يا عيني. بلا غمزتيه بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني. بكون فات شي بعيني يا عيني. شو هالشي المفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني. وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني. ايه مدام بعيني. اكل حالي اعترف. انت بدك حجه انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي. ايه خلصي. ايه بعترف. هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه. بيناتنا لازم ندبر لها شغلة تانية بالليل. شو بدي اشتغل كفرح؟ هاي الله الشغل مش عيب. عم تقولي ايه ليش انا تارك شغلي مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكرك؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح. بتقلي حظ؟ اشتغلت شوفير كسروني، عتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟ قولي لي شطارة؟ انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حر. دخيل الله بلا افكارك على القلب، انت قلت لك صار عندي بنتين صبايا. ما لانه هيك. نورة وميرا يقبروني. وانا؟ انت؟ انت حب حياتي انت. ايه 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 انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما قعدنا 3 اشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقسط قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نوره وميره يبكوا كرمال هالشغله. حطوا حد بالليل واخترعوا اخبار تكانوا غف. ناموا هن وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو. ميرسي. يا هلا. صرت فتش مثل اخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا محلات الشيك للحظي الشيك تطلب وظفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01 نايفون سكانر. توظفنا بمحلات شو شيك لصحابة سهيل مسهل. الله لا يسهل له. وانطمينا هون بين السرامي نحن بالافتر. حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان، هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس. وبتطلع العله فيي. نزلي لي هيدي، قيسيني هيدي، اعطيني هيدي، فرجيني هيدي. فلكتني.
واخر شي بتقلك ميرسي اخذنا فكرة. مش مورا ضلك ضحكتي لا عقولة الخواجة سهيل يا انو زبون دايما على حق وعندك زبون جاي شارك على السعر وبس ولا قلنا 100,000 هيك وهيك 100,000 زبطها شوي 100,000 نزلها شوي 100,000 ولو 100,000 تكرم عينك فيك تقول له لا يا انو زبون دايما على حق وعندك زبون عقد حيله يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بضل فايز الصغرى عند المعلم فرح هذا عملنا له قطبه من هون ونعليه جديده ومبروك بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه اشتري غيره وريحنا انا لو ما عايش غيره كنت تصلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت دبان له لسانه وسكر له بوزه فروح من وجهه احسن ما يصير فيك مثله وعندك زبون مستعد يدفع حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه قديش حقه هيدا 400 دولار استاذ بس ما في اغلى 400 دولار معاش الشهر استاذ والله لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاش باجرك وتفشخ فيه بالسوق ما عندك شي اغلى ليش شعاد اجرك شعاد المهم اغلى قديش يعني يعني معاش مدير شركه مدير عام وشال تكرم عينك فيك تقول له لا اعوذ بالله لا لانه زبون دايما احق وخصوصي هيدا زبون كل نهار طلع نزل شيلوا ضب قرب ورجع فكوا ركب كله ب 400 دولار بالشهر ماشي اجا يكفونا ايبيلاسيون لازم ندبر شغل ثاني بعرف هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله اه. مدامتي عم تغني هون مثل العادي ولا تبعه وقف هون مثل العادي والجلبوط قاعد هونيك مثل العادي حبيبي حزبونات فاتي طالعة أشكال ألوان والموسيقى عافطة والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر كاس شعوب المظاهر صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليلة سهران عبكرة بكرة بعد بعيد صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليلة سهران انسى همك روق دمك بكره نهار جديد علي كمك مسح تمك دلل كم نبيد احمر لون نبيد صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلص ليل السهره لعبكره بكره بعد بعيد شف لي هيدي حلوه وجيده قدي بتكلفنا روح ابعت للورقه هيدي وعالطاوله تشرفنا خلص خلصنا وبلا هالعيب يشيل عيونه وعنا روحوا قلوا استحي عالشايب هيدي مرضي انا هيدي مرضي انا صب الكاس ظهر الكاس لما بيخلصي ليل السهرة لعبكره بكره بعد بعيد هرب يا عجيب رجع يا فروين مرقية وزو وقف يا سكسوين بعرف انه جوز الاصلي ومش رح تفرق معنا الا لما تخلص وصلي تشرف تقعد معنا لك زادك طير وراسه كبير ما بتحمل الحكاية رح يركب مشكال كبير ولازم له ترباية لازم له ترباية لا 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 روق حالك طول بالك هيدا زبون دفيع حل عني ما تعمل مشكل احلالك من بطل نبيع ابدا مش رح طول بالي يكون زبون مهم نويت الليلي على القتالي وخلي سنانه يلم سنانه خلي يلم عمال انغرمت بالياس وهيدا تشارع مع الجارة موقف ع موقف سيارة وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاتة ماشي هيدي جوزة عم بتخون فاتح ليت امو غاشي هيدا رايح فرنسا وعنده ضرب فلورنسا وهيدا صاير عم بيضيع وهيدا صارت عم بتفق اصلا نحنا بهالبلد ما عنا مروه وجلد الا انه نتسلى باخبار العالم كلها يلا يا فقر نسيني ويا سعد انطرينا سوري بدي سكربيني ما عنا بس جايينا ما عنا بس جايينا
خليك بعيد ومجنونك عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي خليك بعيد ومجنونك عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي سنينك مرقوا مثل الدهر عذاب وتعتير وقهر شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي خليك بعيد ومجنونك عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي سنينك مرقوا مثل الدهر عذاب وتعتير وقهر شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي من سنتين وبتشرين تعرفت عليكي انا مرقوا شهور وشو حلوين كلن سعاده وهنا من سنتين وبتشرين تعرفت عليكي انا مرقوا شهور وشو حلوين كلن سعاده وهنا داب التلج وبان المرج طلعتي انتي منك خرج نقلتي من حرج لحرج وبعدك عمد كفي كفي احسن ما زفر بكلامي هالمقطع رح اقفي قفي خليك بعيد ومنونك عذابك بكفي يا را 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 ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي سنينك مرقوا مثل الدهر عذاب وتعتير وقهر شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي دوبتيني بهاك تطلي سحرتيني بغني زقت في ما كنت تفل صرفت عليك وقت ومال دوبتيني بهاك تطلي سحرتيني بغنج ودلال زقت في ما كنت تفل صرفت عليك وقت ومال وبداب التلج وبان المرج طلعت انت منك خرج حطيتك عراس البرج حتى غيري تلفي كفي وبرضو تمزفر بكلامي هالمقطع رح أقفي أفي خليك بعيد ومجنونك عذابك بكفي ما تعتلي همي من دونك أنا بقدر كفي سنينك مرقوا مثل الدهر عذاب وتعتير وقهر شوفتيني نجوم الظهر وبدك ياني كفي ما تعتلي همي من دونك انا بقدر كفي كيف؟ شو قولك؟ انا بقول هيها بدها تقبك اب انه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب ولو يا فنان البرج جاي ينغشك سمعته للبروفيسور خمس اغاني قال لي هاي ما تكسر الارض اشترينا مبروك هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك رح اقسم لك حبة المسك جست مني الك انت التسجيل بكره الساعة 5 باستديو اسطنبول نام منيح واوعى تشرب مسقعة او سخنها صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه اللي خلي لي هالصوت الحلو اللي عليك وللصوت شو البومي هيك هي اللي بده يغني وما بيعرف دون الريه مش حرام انا ما غني الله بيعطي لحمة للما عنده دراس اخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرجيك يا ومسي طيب ليش انت شيل باستديو اسطنبول بطلت تتعامل مع استديو اتينا بلا بس هيدا اللحن تركي وفاء لحقوق الملكية الفكرية بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا ايوه تاخر اليوم البروفيسور يونس اسمه يونس وبزيادة والله يومنا فاجأني يونس صار شأنه عيل كتير ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور كل الناس لازم تصدقوا الا انت من ورا مين صار بروفيسور انت اللي عملته بس عم نستفيد منيح من وراه هو عم يستفيد من وراك لو منك هو ماشي معك حق بس انا اكثر من هيك ما في يبين والله بنفضح وبخسر وظيفتي ايه بس لازم تدقله على الجامعة شو 20% قليل كتر خير الله وكيومنا بالقليل عم بيع الحاني على حجته صار له سنين مع سنين بقلب هالعود لا بعد ناقص انت تلحن وهو يبيعون مش حلو الاستغلال انت صاحب الفكره اللي بتجيب له اخبار وهو صاحب الشهره اللي بتجيب له مقال وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصل فرح
صباحو. أهلا بالمدير. شو؟ كيف البرنامج اليوم؟ اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين يخدموا مذكرات للبروفيسور. ليش بيع مذكراته؟ $50,000 بعينيهم حق حصري لهم بس. تفضلت؟ وفي فوق 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم. حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم. لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه وإله. وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار. بعرف، بس في مزايتنا بدا. فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة وأنبع الأسرار. عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدوا بلا زميلتك. شو هالحكي هيدا؟ شو ما قالن عم يبصمولو، أكتر لحيان عم تنقش معه، كيف؟ ما بعرف. بعده عايزنا ما أحلى. ما ظنش. ظنش. شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلاً بلش يزحطوك شوي شوي. ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟ أي مظاهرة؟ ألوف من البشر احتجت قدام مجلة أبواق، بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط صحيح بالعدد جديد. يا عمي هالبروفيسور خاضد الأرض. مبسوط. خاضد الأرض وبس. برنامجه الأول على التلفزيون، ما عم يلاقي حق اتصالات، إيميلات بالألوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل. يا عمي هالبروفيسور خاضد الأرض. مبسوط. طيب أي ساعة جاي المجلة؟ ربع ساعة زمان. منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده إيانا نكون حده بمذكراته، شفتي شو وفي وقلبه طيب؟ أنت لقلبك طيب. ألو، إيه مدام أهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس زوجها المفاصل. ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين. وكفرح، هاي وصفة البروفيسور؟ هاي وصفتي انا، شو بدي لاحق داي لاحق انا معطر. والمصداقية يا فرح، شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟ بشو؟ بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن من نطوش اليوم. بونجور، كيف كل يوم؟ اهلا. ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكن قاعدين، وقوف اذا بتريدوا. بحياة الله. عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقيه بمعهد فوكيست، كتير مبسوطه وعم بستفيد. وادي وينو يونس؟ والله نحن بدنا نسالك وينو يونس. ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهره باوتيل تيفنيسيا وانا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حاله اجتماعيه مهمه، بدنا نلبي كل الدعوات. يا عيني عينكم تشوفوني امبارح اول ما فت على السهره، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، والمصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي ورقكم الرجل عظيم امراه تدفعه الى الهاويه. اصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور. الله يشفع. شكلي منيح كرمال المقابله. ميرسي. بعرف حضرتك البروفيسور. هب انصرف. استرح شباب. انا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابله. يونس احنا ما عاد بالمقابله. انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا. شفت شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟ في اربع موعد. اول واحد مع صحافي مشي المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع ابو الاوادي بشجع شيله الهوادج. عايزك ضروري بزياده لليوم. نقول باقي الموعد لبكره. في اتصالات وايميلات بنجاوب على البعض منها بانتظار الصحافي. مدام سالم عم تسال عن ابنها اذا بيلاقي وظيفه. الا بيلاقي اذا فتش. هلو. كيف؟ واضح بلاقي إذا فتش. مدام كامل عم تسأل عن صحة ابنها زوزو. إلا صحته منيحة إذا توقع. هلو. كيف؟ واضح صحته منيحة إذا توقع. مش طويل، عم يسأل عن وجع ظهره. إله عنده الخرز التاني من العين، والفقرة التالتة ضربة على البنكرياس، ينام على الواقف ويشرب زي زفون. مدام نمر عم تسأل، صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها، صار فيها تنام على النايم يا ترى؟ إلا صار فيها إذا فيها. هلو. وتشرب زي زفون. مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها. إلا إذا درس بينجح. يشرب زي زفون. دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد. إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون. وعندك مسيو برهش عم يسأل عن وضع شغله. إلو أنا شايف غامي سودا فوق راسي يمر علي جبهة الجبر كبكون بيضت. هلا. يشرب زي زفون. مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسه. إلا ألف مبروك، وجع راس دليل إنه في راس، ما في شي بيخوف وخلت تشرب زي زفون. لا كينا، إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبي بلا مسح بالموضوع. يونس. البروفيسور. مدام ريشا. اليوم فرحة تعبت. نقولهم كلهم لبكرة. يونس دخلك شو قصة زي زفون؟ ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون، بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع. تفضل. هاي شريك، كيف كانت سهرتك امبارح؟ عاطلة جدا، كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟ عاطلة جدا، كلها بالعربي وما فهمت شيء. فهمت عليك. يونس بدي احكي معك موضوع. بعدين ريسا، بعدين بدي اتهيأ للمقابلة، في مذكراتي بالدق ولازم ذكرتي تكون جاهزة. شرب زي زفون. مين اجا؟ هيدا الصحافة. لا هيدا زبون في المحل. مني؟ سلمى سليمة. ما غيرها تبع الكشف؟ ايوه. اعال مكسبها زبوني الها. لا الي جلادي. ما تتكبر على النعمة يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بداية الطفر. صحيح، شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين. مزبوط. مني هيدي؟ هيدي بيتها بشارع السلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيم سافر، ومغرومة بواحد اسمه فراس بيدرب التنس. شفت انه بعدك عايزه؟ اذا بدك شيء مثل العادي انا مخبى هون. جود لك يونس. انا وين بتخبى؟ على تدخيتي. نعم انا اديل حرم البروفيسور. على تدخيتي. اوكي الشريوه بك تحري الليله باي مطعم.
العالم على التضخيطي. فرجيهم للعالم انك بطلت عيزهم واختزي الحياه يا سيران فلسفه معك تضخيطي. بونجور. اهلا بونجورين. حضرتك بتبيعهم؟ كنتوا بعدني. كيف؟ ما بتعرفيني؟ صراحه لا. انا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟ ما بحضر تلفزيون. حضرتك بتمثل؟ هيك شيء، انا بقرا بالاجر. اصلا انا مبسدي هالقصص. ما تحديني انا بعرف اخبارك. شو هالخرافات هون؟ ما تتحديني لينفعوا الندموا. هيك لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور. انا بعرف اسمك. والله؟ انت اسمك سلمى. بتكون بتعرفني من قبل. بعرف اسرارك. ما عندي اسرار. ما حدا ما عنده اسرار. انا عم بيّن. بيّن كيف صار؟ برافو. برافو. مش منيح؟ زين. مش إلك إلا. نعم. مش إلك إلو للوالد كيف صار؟ مش منيح؟ عم بيرجع لورا. إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع. الله يسمع منك، بس كيف عرفت إنه مريض؟ قلت لك أنا بقرا بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته. أول مرة بسمع فيها. أعطيني إجرك. أنت عندك خي مسافر وعمره 38. صح. بس وين؟ بس وين؟ سؤال حلو بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عازمك المعروف. بس وين؟ بس وين؟ الخطوط مش واضحين، وينك مخبى يا أزعر؟ واحد واحد واحد. عم تكتكني. روق اتحمل شوي بزكزكي تكنا لقيناه، هو بالحقيقة مسافر من كندا. آه؟ كندا. عم تحكيني؟ لا عم بحكي الرياح الشمالية، بس يبدو انه الرياح الشمالية صوتها واطي، يا ريت بتعليه. كندا. كندا. شو فيهم؟ رياح شمالية جنوبية شرقية غربية، أنا وأنت ورياح وبس. فظيع عنده بلاش صدق. هيدا المطلوب. هي منيح. هيك بخير. وينه هلا؟ عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش. يحشوش؟ يحشوش الكندية. ياك مظبوط، هو مثل هلا ببلش دوامه. سامعة يا ريح شمالية، هيدي عرفتها بلا جميلتك. امي كيف هتضغط معها؟ سكري وليه؟ سكري وليه يقصف عمره؟ عالي رح يوطى. عنجد؟ تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيان. شو هيدا؟ هيدا مرض جديد واصل على السوق، ولو مش سامع بالسكفيسيان له دواء. أرجوكي أنا ماني طبيب بس بقدر أنصحها تشرب زيزفون. لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبك؟ ليش خاطب بدخليك؟ أنا قالوا لي مغرومي بس يا عيسى يا ريحاء يا ريح. مالي زمان خاطبة ثلاث أشهر. هيدي فتتني. ثلاث أشهر كثير، أنا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس تجوزت قلت ريت بعدني خاطب. شو؟ انضب يا ريح الشرقية. سألت لي شو اسمه خطيبك؟ خطيبك شاب حلو. تاكس بس إذا بتقلي شو اسمه ساعتها بنصلك بالعشرة. اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا قاشرك غيري. هو بالحقيقة اسمه بكشي عقل. مظبوط ببلش بحرف الف رح ساعدك آخر حرف سين. في وسين في وسين. أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين. هاي سلمى كيفه في راس؟ كيفه في راس؟ مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟ بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على بنفذ سجاد. كيف هالتاني اسمعي؟ كيف هالتاني اسمعه؟ شامبيون بالتنس. شامبيون بالتنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالث ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كرفسيان وحش تقطع يا ريح الغربية. طيب بتعرف شو اسمه خيو الكبير لخطيبة؟ عماد. وخيو الثاني؟ جهاد. والثالث؟ فؤاد. طب امه؟ جميلة. وبيو؟ نمر. شي من هلا؟ سبعة. سبعة 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 اسمه سبعة اسمه سبعة. مظبوط. بعد فين؟ انت ليش بتعرف كم ولد هني؟ خمس. اخته. شو بك تعدي سليلي كلها؟ تخطفي عنده. طب رح نتجوز انا وفراس؟ ما بنصحكم بس رح تتجوزوا. يعني هو عن جد بحبني؟ بموت فيكي. انت بتعقي. بموت انا بموت فيك. بموت وما رح خوني بحياتي. بموت. انتبهي بعد موسم بالصفي عم تخونيه. هدي حلويني طب خبيه حلوه. ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف. $100 يا جماعة. عظيم. بكرة خدوا حصصكم 10 ب 10 ب 10. وأنا؟ انت 70. طب يا ريح الغربية؟ شرقية. شرقية غربية مش مهم، مهم نضبك انت فتح بينا. ما سمعتوا شو قال؟ 10 ب 10 ب 10 ب 70. شو هالعدل؟ انت لقنته كل شيء هو اخذ كل شيء. لك عيسى اذا ما رح تطالب بحقك خليني طالب لك انا. يه شو ما بعرف احكي؟ هيك الهيئة خلصني احكي. لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه. لك يا يمنى الزلمة مش بحال جميلتي، الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشق. ايه بس الله كبير. وشو برهنت له انه ما في يستغني عنك؟ قل له يا بزيد لك نسبة كبيرة او بتفضحه. بفضح حالي. تعرف شو؟ هدده. يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبية، منافسه الوحيد ويقف على اجريه اذا كان بطل. يا يمنى القصة كبيرة. إذا ما عطاك حقك حقك تكبرها. دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني. يونس مش عاطل بس مش فضيلة. شو بك ملبك؟ عيسى انت اللي وصلته لهون، انت اللي حطيت له الفكرة براسه، كنت انت اللي مسيطر عليه، بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه؟ صراحة معك حق.
بس ما بعرف كيف صار له سطوه علي، عيونه بخوفوني مش كأنه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان. اي سرعه هلا بعدك عم تلقنه؟ ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبيده وقاعد يدخلي عقلاتي، والاضرب من هيك عم تزبط معه. عم تنوش عم بتسائب وكذب تقعد تاني، ما زبطت وطلعت فالصه، بس الناس بتحكي باللي زبطوا. شفتي كيف؟ ادي عن ذكيك. خلص لعيونك، هلا بدي احكي معه. ضروري حش الست ادرف عتل من خيره ومسيا فرح، ما بقى يتهدى عن المدير علينا. يونس وين كنت؟ كنت عم فضي الزيزفون. يونس بدك زودي؟ شو عرفك؟ ولو يا عيسى نسيت اني بقرا الطالع والنازل. شفتي؟ انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟ قريبة جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون. كتر خيرك، عولك عنا زيزفون بالبيت؟ الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا. طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟ صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا. وصل الصحفي من مجال الجوقة. صباح الخير يا صباح الخير. صباح النور يا صباح النور. مرحبا. يا هلا. بروفيسور كيفك؟ الحمد لله انا منيح، انت كيفك؟ انا بدت عليك، انا كيفني؟ إيه ممتاز ومستقبلك عظيم. بالصحفي؟ لا. دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة. دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة. ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عزوز. تفضل بليز بلوز اجلوس. بتشرب شي؟ شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون؟ زي زفيد زي زفون. رهيب رهوب. بحب عرفك على ستاف تبعي، وقفوا بستاف اذا بتريدوا. حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس. شرفنا. سكرتيرتك؟ الاسيستانت. مساعدك؟ المانجر. حضرتو؟ حضرتو الكل بالكل، هو صديق صدوق. لحن وبغني وبمشي السير. نيالك؟ ما تشد ايدك. عن نيالك؟ لا عن جد شيل ايدك. استافك حلو. استافي من احلى استافات الموجوده بالستوفي كلها تبع المساتيف المستفين، اذا بتريد ستف تفضلوا. خلينا نباشر بالشغل، انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق. مبين عليك دقيق دقوق. بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع الرفوع؟ صراحة دفعوا لي أكثر من غيرهم، صاحب مجلتكم دفيع دفوع. جواب صريح صروح. يونس كاشف المستور، مينك وينك ليشك قديشك؟ شو عم تاخد قياسات ولخي؟ شو مينك وينك ليشك قديشك؟ بما معناه لوين لمين لكي؟ فرقت هلا، قول من الأول هيك يا رجل. شوف لايك هون هونيك فوق. الله الله جواب واضح. طفي انا زلمي واضح، هون هونيك فوق. جواب رائع. ما بدك تسجل؟ عم سجل. هيدا الزر كابس مكبوس، بعدين ما تعتل همي، انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار. مبين عليك بليع بلوع. يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن؟ الحمد لله منيح، انتو كيفكن؟ اهل منيح تبطلوا. الله الله ثقافي ثقافي كلتور. ما في انا بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في. شكلت زهرة بصنع قياسية بعلم قراءة الطالع، كيف مين لوين؟ شوف هو لك هو حقيقة هو بشكل عام. يا سلام يا سلام وضوح. ما في انا زلمي واضح وضوح. يا عين عليك يونس. هاي شباك وقفت قدام المرايه شو بتقول لحالك؟ البلي تسترك ستر. هيك بتقول لحالك؟ عالسؤال بلي تسترك ستر عالسؤال. كتار عم بيسألوا كيف فيك تشوف او تقرا المستقبل، هل هي موهبه قدره ام علم؟ هي ما خصك صراحه، هيدا سر المصلحه. صريح صاروخ. وانت هرق مهروق وارجو انه ضل باطار المذكرات. شو اللي مخليك باقي بمحل الاحذيه اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى ام جفى؟ هو كفى. اسئله سخيفه يا خي، هذا المحل بدرت خير علي، اكتشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس إسرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إله. يعني وفاء يا خي كفى. هيدي صور عائلية؟ إيه نعم، هيدي أرشيفي خدهم بس ردهم. حلوين للنشر طبعاً. هيدي العيلة؟ إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة. أيه الوالد وأيه الوالدة؟ شو سؤالك حبيبي؟ أيه الوالد وأيه الوالدة؟ أيه بشوارب وأيه بلا شوارب؟ المشواري بالوالد؟ لا الوالد بشواري. الوالد بالكلو؟ ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني مين؟ وانت وين؟ انا كنت بتاني اوضة الحايط على الحايط بروما فصورة هيك. هيدا انا هيدا انا يا ازعر يا انا يا ازعر يا شفت وين كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة. هودي مين؟ هودي خالتي وخالتي
خالات عمت وعمات جد وجدات ست وستات وجيراني وجيرانه. وانت وين؟ انا كنت بالحمام، انحشرت بالصوره فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني؟ تحش حالك انت، احترم حالك انت. هيدي مين؟ هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟ خلص. بس حلو نشر صورة حماتك يا خي. شو بدك بهالشغلة؟ بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. خلص. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. خلص. شو بدك؟ بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. الصبح انا وياك الليل. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص. شو ما بدك تبيع؟ بلا. بدك ينفق العدد؟ بلا. خلص اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون. ما بدك تبيع؟ بلا. ما بدك ينفق العدد؟ بلا. خلص خليها معي. خذ محل العائله كلها مجموعه تتلفها مين؟ كل العائله. كل العائله. وانت وين مثل؟ بلا. انا كنت عم صورها، انا مصوره هالصوره. بدي شي صوره لك. ما في صوره لك؟ في صوره الاشعه وقت عملت صوره لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس. يوني قلت لك ستريس. كيف بلشت عندك الموهبه؟ هل هي فطريه، اكاديميه، انسيابيه ام اكتسابيه؟ هاي هي اخر وحده استفسخها فيي. اكتسابيه؟ لا، اللي قبلها. انسيابيه؟ اللي قبلها. اكاديميه؟ اللي قبلها. فطريه؟ اللي قبلها. خلصوا. خلصوا؟ فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم. ما شاء الله شو ملم. كثير ملم. من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم، تصرت ملم. زميلك هي شو باك؟ شو باك؟ كلك في بتكهرب. شو باك؟ رح تروحني بالقلب. شباب عذرا رح روح فيها. شباب شوي شوي علي. شباب عفوا بنكون ماشيين مع حلينك. شباب شباب سألي ايش وبيك تشوف. شباب عفوا عفوا وكف المقابلة. بلا. ما بدك تبيع. بلا. ما بدك ينفق العدد. بلا. شو بيك؟ عفوا شوي شوي زميلك. ايوه قارئ الطالع سمين البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق. ايه بس ع اكاديمية هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة. بتسمي فنك هرطقة؟ شو يعني هرطقة اصلا؟ يعني جاي من هرطقة يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك. هرطيك هرطوك هذا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد. بياتي استهرتك. شو عمل بياتي؟ البياتي استهرتك. استهرتني. استهرتني. البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟ هرطوك يعني كذاب؟ لا يا اخو الهرطوك. يا خي البياتي بغار. شو بده فيي؟ كل واحد بيكون رزقته. هو بياتي وانا بياتي، ما حدش فوت بياتنا احسن ما نخبر بياتنا عليها. انت صاير محكشون كبير. انت محكشون كبير. محكشون شو يعني؟ جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش. فينا نحكي عنك. لا تتمحكش. فينا نحكي عنك. لا تتمحكش. تسمح لي؟ تمحكش. فينا نحكي عن حياتك العمليه؟ حقيقه انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول. كنت نقيل بالمدرسه، نقول بالشغل. شو اشتغلت بايامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك. طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر. انا ما تعلمت لما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لاني ما تعلمت. اول شغله اشتغلتها بحياتك تفرخ عند ميكانيسيا متعصب وحاطط صوره زعيم. يا يونس ناول لي مفك ال 14. نقلت على جراج ثاني يا محلى الاولاني. يا يونس ناول لي مفتاح 8. ليش بهذيك الايام كان في 8 و14؟ ايه بس بغير اسامي، كل فتره بغيروا عنوان القصمه. مره مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي. تعددت الاسامي والقسم وحده، لازم يخترعوا لنا فريقين تيضلوا متفقين علينا او يختلفوا علينا. شوف كيف؟ هيدا قدرنا طائر الفينيق. فز جيب لي الجفت على السريع. يلا على السريع. شو خصو هلا طائر الفينيق؟ شو جايبه هلا شنطة الجويا معطر هذا طائر الفنيك؟ كم مرة بده يموت يرجع يعيش تيطير بجانح واحد؟ لأنه ضروري يكون في جانح مكسور، ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. كان وضعي مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي. هاي بدنا براشينج. كل نهار تبحيش بشعر النسوان والله يساعد بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم. يي ليه طالعين هيك؟ مدام كثير منكشين. مدام لونه بيشيع. مدام طابيس. مدام يعني شكلي هيك؟ انت اضرب من هيك. جيسكار جيجي تعال شوف شغيلك.
ياسين عادل جاوبنا؟ عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ طلع لبرا وحش في ال برافو جيسكار ثانكس. فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمره حمراء. تاكسي هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوزو هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي التعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات. على صديقو؟ مش واصل. لوين واصل؟ على البربير. بربير؟ مش واصل. لوين واصل؟ شو مبين بالك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص ذاك المشهد. اه والله هي انت عجبتك القصه يا عيسى؟ اعوذ بالله يا خيي حيالك العسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس. بربير ايوه البترول 2000 2000 2000 2000 طيب 2000 لايب 1000 كل نهار صميت بدل وشريعه مع زبونات والسواقه ببلدنا مثلنا كله مؤخر كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت ولك زيح يا جيب طلع راكب نازل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل هيدي انا اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض انت دبت قبلي انا طولت لدبت كذب الفي ضربت فريم بارضي ممنوع الوقفه هون يا حبوب لوين وين ما بدك تفضلي امشي يا حبيبي مشينا وبعدنا ماشيين لهلا بالاول تبلكمت شوي وجمت فر جنبي حرك يا ترينز بدي اقرب صوبه ومستحي قرب خلصني انا غير فيتاس وهي تضحك انا غير فيتاس وهي تضحك انا غير فيتاس وهي تضحك تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك عشر مشوار وقع الغرام تحمست وقررت اتجوز وقف يا حمار معك حق يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف يا حمار يونس انا عارف جيزي صعبه هيك عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه كيف فرحه كبيره واخر فرحه هيدا اجمل نهار بحياه العروس منشان هيك بتلبس ابيض ومنشان هيك العريس بيلبس اسود صرت بتشتغل دوبل يا معلم خصوص انه بعد سنه صربطنا قدامها شو محلية معك صبي بعرف جبنا اول بنت نوره تقبرني صار صبي تقبرني صار صبي سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف ما في اعقل منها من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت كل يوم بتروح لعنده ايه انا اوبن مايند ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقاتها البنات واما بتوصلها لعنده بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفين من الدرس يا حرام يا خيي انا واعي على تربيه ولادي بدك تنتبه لهم بالايام يا خوالي وانا عم التربيه بعد سنه حبيت عن جديد شو محلية معك صبي بعرف جبنا تاني بنت ميرا ميرا تقبرني ما معها خبر شي مثل بيا ميرا تقبرني ذهنها غليظ مثل امها قبل ما بيجي انا بج موتور سيارتي ثلاث اشهر ما معي صلح توظفنا هون بس ما بكفي انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو صحيح بتحب سمعت شي لا عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات بس ليش ما بشيله من بيناته وبرجع بيشتغل انا بدق ومرتي بتغني ديو اديل ويونس يونس واديل ليديز فيرست هاي بالانجليزي بالعربي انا الرجال هون رجال خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم هي تغني وانا عصيب وهي تغني وانا عبي وهي تغني وانا انبح وهي تغني وانا عصيب وهالشامباني عم تفتل فوق روسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر يا طفل بيك شامبين من فرح لسابين دوتا 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 بيك شامبين من عيسى ليمنى دوتا 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 كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويدولوا في التاش يدولوا وجهه 20 ثانيه 2000 دولار حق 20 ثانيه نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار عقد ناقص عم تتفتح مع القنانه وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات والجو واصل للجو ليله عيد البطل العالمي مباراه بالتفتيح والتفشيخ أهلا وسهلا فيكن بمتحف البطر الوطني من كفي بكرة إذا بدك تعبت اليوم
مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك. الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت. بعيداً عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟ لك حبيبي قريباً جداً رح تنشحط من مكان ما. من وين؟ شفت كيف؟ طلع لبرا بكفي اليوم لبرا يلا. انشحطت، زبطت معه، عبقري، رؤيوي، فظيع فضوح. بدك شي شيري أنا رايحة. لوين رايحة؟ عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول. ليت مواعيد وبلحقي. إنه شي ساعة يعني؟ ماكسيموم. أوكي. أديل. أنا بحبك. وأنا كمان. يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد. بعدين عيسى بعدين عندي موعد. قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك. يونس هلا بدي أحكيك. بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك. شو بده هيدا؟ قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدي لك على السيارة المسروعة، أنت بدل المسروعة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده. شو هالحكي البلا طعمة هيدا؟ هودي جماعة السيارات دخيلتهم خذوني من هون. عيسى ولو إذا أنت فزعان منهم. أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لا يوم ولا رح يصير فينا. في الأرض بيختفي الأوبشنال تعظيمي، نحنا من دلك عليها براضي وعزيمي، بتطلع لعنا ومنعمل لك عزيمي، بتدفع من رتها بلا أبواب. سرقوا لك سيارتك ليلة من عشية، سرقوا لك سيارتك ومش عارف ويني، بنتلفلك وبندعيك بتطلع عنا بنهتم فيك، من ضيفك قهوة بنسقيك ومنردلك ايه، ما تعتلى من الأكعاب أسعارنا رمزية. نحن منرتب الحكاية ما تعصب ما تخاف، ترجع لكن بلا مراية يمكن بلا رفراف. يمكن في تسعة مكسور لكن مطرة بيدور، اوعك لف اوعك دور، نحن المرجعية ناخذ من حق السيارة شي 5%. نحن منفهم الأشواق وبنسيطر عالسوق، نعرف مين هو السراق ومن عين المسروق، غلط من رد له اياه منتفاهم نحنا وياه، نحنا من الالف للياء اصحاب القضيه، واللي ما بيتعاون معنا يسرق العربيه. سرقوا لك سيارتك ليلي من عشيه، سرقوا لك سيارتك ومش عارف وينيه، بندلفلك وبندعيك بتطلع عنا بنهتم فيك، من ضيفك قهوه بنسقيك ومنرد لك ايه، ما بعد ملام الأكعاب أسعارنا رمزية. يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا. كيفك يا بروفيسور؟ لهلا منيح. باختصار شديد نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال. شو؟ دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرفش يعني دال وين سكافتك الانفتاحية؟ نسيت على الكومودينا. انت الناس غبيه بتقصدك لتعرف عن قاتل، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقه حيث نحن اختصاصنا الشو. السيارات المسروقه بيقول لك انزل جيبها عن طريق فلاني من سروب الفليتاني. كتر الف خيركم. والمفتاح بقلبها كمان، والبنزين علينا كمان، بنعبي لي اياها لما تقطع على الطريق. حرام في ضمير بالدق، بدك احسن من هيك خدمه؟ شو بدهم احسن من هيك سيرفيس؟ دليفري بنوصل له اياها نحن، بدل ما نفع مشوار لعنا وعرض حلو الخطر. وعرضكم انتم كمان بشر، نحن والخطر ولاد العم. والله لازم يعني انت هيك بتعمل حالك فهمانه ومتدله عليها، نتعاصم الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار يا بلاش. 1500 لنا طبعا، و300 لك بزياده على رقبتي، بس بعد في 200 اتفق. 200 دولار اتفق. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس. ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين اسعارنا جايه مش نحرق اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني. الف مبروك. فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني سيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستات. يلا بزيادة ستر يا حرمة. يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟ مين فرح؟ شو اتفقنا؟ على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟ نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت،
سيارتك صارت عنا. يا بايمن اول مشروع ما بدي لك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها. بس البنزين علي هالمره البنزين خلاص. هيدا كارتي على رقمي وصورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha@awadin.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق. ايوه هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3w.3w.4w.w. اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اطقشت قلبي دوت كوم. شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح. ايوه افتتاحيه مبارك يا شباب بخاطرك يا ابن العم. الله معك كوزان الله معكم كويزين. الحمد لله على السلامه معلم. عنا مزهر عنا زيزفون. قلت لك مزهر فلو فلو. يونس اسمعني شوي اذا بتريد. بعدين عيسى بعدين. هلا يونس خلصنا بقى طفح الكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت. خلصنا بقى انا بدي حقي. حقك بشو؟ مثلي مثلك انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل ولو حسبني موظف بالحقني زودي. هيدا اجحاف هيدا هيدا ظلم هيدا هيدا شو؟ قهر هيدا قهر هيدا. قد ايه بدك؟ 50% النص بالنص. كثير. انا شريكك. اذا فت على الحبس بتفوت معي؟ لا ليش بدي فوت معك؟ لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالوجه هوت مخفي. اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه سلا. اقولك هيك طبعا عيسى. ايه بس اذا بس قلت لك رح تروح عند البياتي. اذا بدك تبيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى. يونس انا انا عيسى يا خيي معك حق بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي. عيسى يمنى ولا كلمه. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعضهم النسوان بيقعدوا على جنب. روح على البيت على البيت على البيت. وليه كيف ولك رجال؟ خلت تتربى. يونس شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم. انت نابغه يونس موهبتك خارقه. ليك فيك تقلي شو بده يصير معي؟ الحق يمنع على السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا ميرسي. وليه؟ هو اخترع الكذبة وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى. وصل الفلاني بيك تفضل معاليك. علي الامان. عليك الامان بروفيسور. وصل معاليك. يا هلا بالفلاني بيك. يا هلا فيك. صراحة جاي لعندك بسرية تامة تتنورني بخصوص الايام اللي جاي. يا هلا بمعاليك. في معاليك خبرية تفضل اذا بتريد. طمني كيف شايف لنا هالوضع اقليميا ومحليا؟ صراحة انا متخوف. الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو قولك؟ رح ياخذني على ليش طمعه بالانتخابات اللي جاي او برجع على تجاره الكتان؟ يصير له اصلا بس انت كتر له. يعني بطمن بالي او بنقل على الجهه الثانيه؟ شو فريني معك؟ مين ما اخذك معه شي معه؟ طيب واشغال الثانيه؟ بطاطا الهم ضربيتك مثل الليره. لا ما بدي اياها مثل الليره، بدي اياها باليورو لتوفي. مو في اكثر من هيك. اسم الله عليك. بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضيين علينا؟ شو وضع ركيبك؟ بالوين؟ فاذا بعدهم راضيين والرئيس بحبني كتر له، والشعب بحبني كتر له، ومرتي بتحبني كتر له، اكثر وحده عم كتر لها. بدك تكتر لها من غير شيء. وركيبي مركيبي بالوين؟ إيه لا يعطيك العافيه. شو بك تلحق عمرتك وعلى الشعب؟ يا مرتك يا الشعب. انا فضل الشعب بيحمل ما على لمين للشعب. ايه واخر ضربيه شو؟ متاهة الهم. اخر ضربيه ظابطه. اذا فعلا ظابطه لك اكراميه كبيره. ما بدي اكراميه، بدي منك خدمه. مر. في واحد من زلمك اسمه الجلبوط. شو بو مرهج؟ عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني. هيدا ما بنقدر نزعله، بس سيدي في الرئيس الكبير، نقي غيره. بدي اقله. ولا ممكن، هيدا قوي. اقوى منك وانه زلمتك. انا زلمه الكبير، ما في يزعله. وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فين زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معها شيء؟ هودي بيحموني. ونحن مين بيحمينا؟ ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك، انت شافت بصار، لا راح ولا اجا. فشرت، انا بالاساس فنان. من ورا سياسة امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟ انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل. ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟ بتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني. انا الفلاني. انت ماشي، نحن اللي بنعملك. ما حدا ضربكم عايدكم. الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. بنجبر نطلعك، ما بنعود نعرف ننزلك. بس اللي انتم بتعاملوني، ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟ لانه مش شاطرين. بندعي الشطاره. غرقانين بالتبعيه. علقانين بحلبه الخوف، مش عم نعرف نطلع منها. بالنتيجه نحن بنمثلكم. كما تكونوا يولى عليكم. هات رقطني فيها. شفت كيف؟ بسكر على الموضوع وخليك بحالك يا فنان. مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني.
انا لو بدي موت من الجوع واسمح لحالي اي حدا مثلك يسلك. هذا شرف لك. الفنان شو قدام السياسي؟ السياسي ما استقل لك. السياسي ماشي بس تخلص مرحلته بتخلص حياته، الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته الدايمه. ناس بيحترموا السياسي بصيروا معلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي. نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقه وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكره، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقوله وانتوا بكتبوا لكم اللي بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلانه؟ نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ. انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ. نحن منكتب مساير ومنرسم دروب. انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب. نحن منكتب حضاره وبالتكتيك بنعطي دروس. انت بتلغي الحضاره لتعبي جيبك فلوس. نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكمبيالات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها، شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما. طيب يونس انا فيني حطك بالحبس. احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بسبوك واللي بحبوك بحبوك مصلحه، بخافوا على مصير ولادهم منك. جاي لعندك لتهزقني؟ انت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي. يونس هيدا الكلمه بدك تدفع حقه غالي. لك روح شوف كيف بدك تضب جلابيطك وانتبه عركابك يا فلاني. يونس ليش عملت هيك؟ مش قادر اتحمل انتلو يا فرح. هذا بيأذيك؟ يبلط البحر. في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها. تعبان فرح تعبان، اجلها لبكره. بس لا ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان. شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشها بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقلها شيء يا ما بقول لك إلا إنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى شو جابني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي. طيب بعزي موعد واحد لليوم بتاخدو؟ تعبان فرح تعبان، أجلهم كلهم لبكره. بس حرام شو الفرق، صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فوق مشوار بعيد، شوفوا على السريع وارتحت ما بدك، ما بقى في غيره. خلي فوت. تفضل يا حبيبي. بونجور عمو. هلا عمو. سوري بونجور بروفيسور. قول على السريع شو بدك. عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني عمو. بحياة الله عمو. إنه إذا بتعمل معروف. شو اسمها صاحبتك؟ اسمها نورة. بنتي اسمها نورة تقبرني، قد عمرها صاحبتك؟ 14 هيك شيء. من جال بنتي شو اسمه بيا؟ ما بعرف ما بتقلي، البيا معروف ما فيها تقلي منو. والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟ شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل. شو اسمها أمها؟ أديل. وين قاعدين؟ حي البلانة بنيت زلح في طابق تاني. وصلت، تفضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا؟ من 3 اشهر بتجي لعندي على طول. والله؟ بتقول لها بيا انا رايح تدرس عند رفقاتها. ايه بكون جاي لعندي. بحياة الله. بيا ما معه خبر شيء، هاته غاشي وماشي. احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا مع الاكبر منهم، عيب عمو. ما اما الكل بالكل، بيضحكوا عليه وهو بيصدق، اما قوية. هيك معك حق، شو اسمك انت؟ الفونس. الفونس لك الفونس لك. بدي اعرف اذا بتحبني، لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجية، اليوم مثلا شفتها مع شادي. كمان مع شادي؟ ما بيصير، شو اقول لك، بس مع السهرة الليلة بصراحة كل شيء. اوعى تقرب على البنت يا ابني. ايه بس مش لازم، يعني يا شادي؟ لا انت ولا شادي، لأنه إذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف. بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي، بيا مش غيشي أبدا، بيا ديك بيا. بيا نمر بيا، فاهم؟ ايه بس اما بتقلي غير هيك. شو بتقلك اما؟ اما بتقول انه جوزها مشيش. مشيش بعينك. ما معه خبر شيء. معه خبر كل شيء، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه. بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي. وفي مي يا عمي، وشايف مي يا عمي. اوعك تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي. انه اويت هيك اويت هيك. كل اللي اويت هيك. امبارح مثلا طلبت منها 50 دولار عيزة. ايه. اخذتها مجابي تبيا بالسر واعطتني اياها. ايش بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها. هيطلع هون مصرياتي حلال. بس شو بعمل اقول لك؟ ولا شيء. انا بحبها بس صراحه بخاف تطلع مثل امها. هيك معك حق. لان امها مش ولا بد مصاحبه واحد. شو قلت؟ امها مصاحبه واحد غير بيا، بتوصلها لعندي بتروحي وياه. ترم حالك يا ولد. صدقني انا بشوفها، مرة سمعتها عم تقول له ما تتألم حياتي، بقول له عم تمي مثل عادة. لمين بتقول له هيك؟ لصحابها، ما عجيب غير شكل. طلع لبرا ولا؟ ليه؟ طلع لبرا ولا؟
شو لك بتحبني؟ لا لا برا ولا لا اختار في اللي حبيتي هلا في شيء؟ لا يا سادة اللي عندك يا عمرك بس ما خبرني شو فيه؟ لا تكون خبرية مش مزبوطة يا فرح. شو هي؟ أنا فاشل يا فرح، كل الناس عارفة إلا أنا يا فرح. ليش عم تحكي هيك؟ ألو كيفك ستنا؟ ست أديل عندك؟ أديل ويني؟ آه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟ عند أمي. فهمت عليك؟ خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كفي. ليش عم تحكي هيك؟ بقاش في إلا أنا وياك يا فرح. إجا لعندي تبصر له إيه بصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة. ما حدا بصدق. أنا بدي أقول له إني دجال، كل هالأخبار فبركة من عندي. حتى لو أنت قلت ما حدا رح يصدق، الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين أخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. الحيط ومشي حيلك كفي. صرت كل شيء. بدي أرجع آكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح أشبع. شو بدك أعمل؟ ضبي بورجيا مطرح ما كنت. بدك ترجعني على الصرامة؟ ليش فكرك أنت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح. حتى الفرح. حضرتك يونس يانوس؟ اي نعم. انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس. بعرف. في مذكرة جلب بحقك احنا جايين ننفذها. اذا بتريد نفذها على السريع. يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تبغزني ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا مش نايم نخرب البلد وبصير فيه مظاهرات. بروفيسور الله خليك شفلة لح يرقونا قريبا. بروفيسور مرتي رح تحبل. مرتك حبلي ومكترة. ما تبغزنا بروفيسور بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك ما بعرف من اي بلا اخلاق. هلا بالحقكم. اعطوني دقيقة لحالي. رح نترك برا بروفيسور. بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟ رح كمان. هلا بالروحة. اوكي. طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟ شطحت بالخيال يا يونس. رحت لمطرح مش لازم تروح له. معك حق. خليني واقع بالواقع. أشرف رجع لعائلتك يا يونس واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع رجع. خلص رح وقف هاو. أصلاً خلصت التمثيلية. يونس وين رحت؟ عند جدي. كيف؟ كنت عم بحكي مع جدي. وشو قال لك؟ قال لي تخيل. اشطلنا قلبنا. هيها. شو هي؟ هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك. شو عم تحكي؟ بتتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟ قلت لي تبعك. ولكن بلا هيها. لا 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 ولا يمكن. ممكن نص. صارت لك فرصه بتتعود مصلحه مزرعه ذهب. اسمع مني يا يونس. عيسى ما تكفي. خلينا نقب كلنا على وجه الارض. عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره. شو عم تحكي؟ جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي. كيف؟ لا دخيلك يا عيسى ما تقولها بلا تبصير. تبصير؟ هذه مش شغلتنا. بتودينا المطارح ما بتسوى. عن شو عم تحكي حبيبي؟ وين كنت يا أديل؟ هون انت وين كنت؟ وين كنت يا أديل؟ كنت هون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا. انت مدري وين صرت؟ صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا. فكرنا بك شيء. يونس حاسس بشيء. فرح انت ادم يا فرح. خليني اياه. بس انت حي كبيره انت وعد قربي صوبه. انت حي كبيره انت. يونس ليه عم تحكي معي هيك؟ انا حي. وين كنت يا أديل؟ ايه علينا. ما تبغزوني يا جماعة. شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك. صدقيني يا أديل هيك منيح. خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة. بلا أفكار وقلت لك هيك منيح. أنا فكرتي قلت لك لا. لك ليش لا؟ والله مصلحة مهمة. كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد. حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم. حبيبي شو بتحكي حلو؟ وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة. ريس؟ منه ابن خالته. ابن خالتي. والله فكرة مش عادلة يا يونس. موضة مشي معها. ليش هو في غير دوليب؟ في آمن إنه فيك بتغيره. بدك شي شاريه؟ أنا رايحة. وين رايحة أديل؟ عند الماما. أكيد. يلا صار بدك حكيم. أنا ماشية. ما توخذوني يا جماعة بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل أنت بخيالي ذكي، أنت محتالة، أديل مش ولا بده وأنت غني كبير. الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير. والله منيحة هالفكرة. عيسى ما تكفي. تمثيلية ولا أهية من هيك. تفتح مكتب الأريتوكار. عيسى واقف هون. أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وأنت بتقول إنهم متمهنة. سكوت عيسى. شلبياتي أحسن منك يا حو قبر ليرة وكسر الأرض. الله يخليك سكوت. نحن شعوب الانتصار. لك سكوت طوشنا. حبيبي وين سيارتك؟ منا هون. شو؟ ترون السيارة. وين صفصفتي إياها؟ هون راحت السيارة. معقول ولو شو الواقع بعز النهار؟ لك يا عيسى تحرك. ما في عمل شي يا خيي. طيب معك رقم البياتي؟ لشو؟ ليدلنا على السيارة. ايه بفيدك أكتر مني. ولك تحركوا شو ما في رجال. هو ما في بس جايينا. بروفيسور بياتي عرفت لنا عن السياره؟
سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها. كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟ شراب زي زفون.